كريم فاعل جمعوي وصحفي مهني، احتفلت شعوب شمال إفريقيا هذه الأيام بالسنة الجديدة الأمازيغية 1972، وهي السنة المعروفة قديما في شمال إفريقيا بالسنة الزراعية أو الفلاحية، وهو ما يصطلح عليه اليوم بالتقويم الأمازيغي. وهناك العديد من الناس يتساءلون من أين أتى هذا التقويم وكيف هو وكيف أحدث إلى آخره. بالرجوع إلى تاريخ شمال إفريقيا، هناك أحداث كثيرة، وسبق للأكاديمية البربرية بالجزائر التي كانت بباريس أن اقترحت، كما أن هناك تقويم هجري معروف بهجرة الرسول، تقويم ميلادي ميلاد المسيح هو اللي عنده صيت عالمي، وكاين تقويمات اخرى، تقويم العبري، تقويم الصيني، تقويم المصري، كل هذه تقويمات بناء على احداث تاريخيه او علاقه بالدين او علاقه بالشمس والقمر، لانهما التقويمات كلها تستمد الزمان ديالها من اما الشهور القمريه او الشهور الشمسيه. بالنسبه للتقويم الامازيغي يتميز بكونه عنده علاقه بالارض بالإنتاج الفلاحي، وجل ساكنة شمال إفريقيا كانت تحتفل في الماضي بهذا الطقوس إلى يومنا هذا، حتى في مناطق المغرب سواء المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية أو المناطق الناطقة باللغة العربية يحتفلون بحجازة أو إذن النير أو السنة الفلاحية، أو يعني تسميات عديدة ومعروفة في تاريخ ديال شمال إفريقيا ثقافيا واجتماعيا وخاصة بارتباطها بالفلاحة وبالأرض. هذا التقويم هذا جاء بناء على أن الأمازيغية تاريخ وحضارة وثقافة ديال ساكنة شمال إفريقيا، وبالتالي كما أن العديد من شعوب العالم عندهم تقويمات كيأرخوا بها الأحداث ديالهم، كذلك الأمازيغ لهم تقويم اللي معروف اليوم بالتقويم الأمازيغي اللي بدأ سنة 350 قبل الميلاد، وهي السنة اللي اتفق عليها بأن شمال إفريقيا كانوا فيها الأمازيغ اللي كانوا كيتسموا بالليبيين، وكانوا الفراعنة في مصر، وكانت علاقة، هنا كان من يقول بأن كانت علاقة حرب انتصار شيشونغ الأمازيغي على الفرعون المصري، وهناك من يقول بأن كاين علاقة ديال الجوار والتعاون، وبالتالي كانت مصر أو الفراعنة في حاجة لمن يتولى الفرعون الثالث ديال مصر. وبالتالي من هذه السنة فاش وقع هذا الحدث 350 قبل السنة، وكانت سنة خصب وفلاحة في شمال إفريقيا خاصة في المنطقة المحسوبة على الليبيين والمناطق المحسوبة على الفراعنة. الأكاديمية البربرية والحركة الأمازيغية من بعد اجتهدوا، وكاين اتفاق على أساس أن شمال إفريقيا يحتفلون كل سنة في بداية الموسم الفلاحي بالسنة الأمازيغية اللي كتكون يوم 14، حتى هذا فيه خلاف، ولكن احنا في المغرب اليوم حسم هذا الموضوع لأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة رسمية بناء على اجتهادات وبناء على قراءة التاريخ ديال شمال إفريقيا توفق في المغرب بأن يوم 14 يناير هو الذي يصادف يوم فاتح يناير من السنة الأمازيغية. خالد العيود أستاذ باحث مهتم بقضايا التراث والثقافة. بالنسبة للمداخلة ديالي اليوم فإطار هذا النشاط المنظم بالمركب الثقافي بيت ملول تدخل في إطار الاحتفالات بالسنة الأمازيغية، والمداخلة حول الأبعاد الثقافية والاجتماعية للاحتفال بالسنة الأمازيغية. ومعروف بأن المغاربة بشكل عام يحتفلون سنويا بهذا الحدث سواء في إطار أسري أو في إطار جمعيات سابقا، ثم اليوم أصبح احتفالا عاما منذ تم الإعلان
عن ترسيم الأمازيغية، ومعروف المسلسل الذي مرت منه لسنوات بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 2001، ثم فيما بعد الدسترة في 2011. لازال المطلب ديال اليوم عطلة، لازال من المطالب الأساسية التي تنادي بها الحركة الثقافية الأمازيغية والمغاربة بشكل عام. وكما قلت، عندما نتناول هذه الأبعاد الثقافية الاجتماعية الأنثروبولوجية لهذا الحدث، يعني في علاقته بالإنسان وعلاقته بالأرض، ومعروف بأننا شعب امتهن الفلاحة منذ قرون، وظل الإنسان ملتصقا بأرضه، وبالتالي صنع لها ساعات للفرح والاحتفال بإيد النار. أيضا يدخل ضمن هذه الأحداث الاجتماعية الهامة التي تؤرخ أولا للإنسان بعلاقته بمحيطه، وأيضا خصوصا وأن المنطقة هي منطقة هجرة بامتياز، تعتبر حدثا مهما يجعل المهاجرين أبناء المنطقة يعودون إلى قراهم، يعودون إلى مداشرهم للاحتفال مع الأسرة. وحتى طبيعة الأكلات التي تهيأ في هذه المناسبات، سواء أوركيم أو تاولا أو غيرها، هي كلها أكلات تنتج من الأرض لصالح الإنسان، وبعضها لا يعني لا يتم تهيئه إلا مرة واحدة، مثلا طبق أوركيم. وبالتالي هي دعوة للعودة، دعوة للحضور، دعوة للفرح كما قلنا. وبالتالي لا بد أن نعطي للناس حقهم في الفرح، حقهم في الاحتفال. مدير المركز الثقافي لأيت ملول، اليوم نلتقي مع ندوة فكرية حول التقويم الأمازيغي، وبالإضافة لذلك هناك عدد من الإصدارات الأمازيغية التي سيتم توقيعها. قبل ذلك كانت عندنا حفل افتتاح اللي كان متميز في الحقيقة، اللي كان فيه يعني المعرض الحلي والألبسة الأمازيغية، وكذلك المعرض ديال الأطباق التقليدية الأمازيغية كذلك، ومعرض للفنانين التشكيليين بالجهة يشتغل على نفس التيم. بالتالي هناك كذلك معرض آخر للكتاب الأمازيغي. أضيف إلى ذلك استمرار هذا الأسبوع الثقافي إلى غاية 31 إن شاء الله، اللي غادي نتلاقينا فيه مع فرجة إمعشار ليلة أمس، وغادي نتلاقاو إن شاء الله عاوتاني الأطفال ديالنا غيشوفوا واحد أو غيتابعوا واحد الأمسية فنية ترفيهية بالمناسبة، بالإضافة للسهرة الفنية المتميزة اللي غادي تكون إن شاء الله فيها يكون فيها مجموعة من الفنانين الأمازيغيين اللي غادي يحيوها، ثم مجموعة من الورشات في الخط الأمازيغي تيفيناغ، وكذلك في الرسم، وكذلك في الحكاية الأمازيغية. هذا الأسبوع هذا أسبوع متكامل كتحتفل به وزارة الثقافة عبر مختلف مناطق المملكة، ونشكر المجلس الجامعي لأيت ملول اللي كان داعم لنا في هذه الاحتفالية هذه. هذا هو الأسبوع الأول الأمازيغي الثقافي الأمازيغي الأول لمدينة أيت ملول، اللي غيكون عندنا إن شاء الله هو تظاهرة سنوية دائمة مستقبلا إن شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.